شأني حرا هما علمني صدق الكلام نشأني حرا هما فالصدق من شيم الكرام ومن عرى الإيمان فالصدق من شيم الكرام ومن عرى الإيمان قرآننا أحيا بنا بالقدوة المباركة
نعبد إلا إياه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد. ما أمرك بسيرة الإمام الشافعي ومؤسسة الإمام الشافعي ملاحظة جامعة لها إجماعها السنة ضمان تشرفت بنبي بكر وحي عليه السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. مركز شكا وحن آدي أبو فرح سنة إذن تقنم هاد العلم يا كسوق القلق في مشرفة بضن يسيل أعطي نوق الرسيل يكسوق القلق في نحب لدان قد نزمين تتبع عدشان هذه تبسي بسر إمام الشافعي يسيل أعطي نوق الرسول الله الشيء فلان يشكي نوح من قمت ورميد أكثر المقصود بقمتان إذا مدنا رأيك من قمتان ترجوه بقمتان برين كأرضين بقرن جلسي إيه دمدو ديو أماني لي إليه سيدو كان واحد كبير دون رواية أكثر المقصود بقمتان إذا ملح شرف الإمعانين في إمام الكين وكان من الدردار اللي يتبقى في سبجرها كان جسم جين دونا فرس إنتا إنتا سنو قرين وحنكو بلاوان دونا آيات من الذكر الحكيم وما أفن دونا ورالكين سلمان عبد الرحمن حاشي استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم. هذا نسوك بكم الله كسي سلمان عبد الرحمن حاشي عليكم المؤخر من إلهها المؤفع إذا أردتم كوسي الشيء والبرامج سوحا نقوم دولنا من أكثر ومقصود دونتان waxaan ka codsaday inaan Soomaaliya soo yeeyay waqtiga oo la dhowrway soo dhaaytan iyo barnaamijka rasmi bilaabay waxa waxaan isku bilaabay doonaa intii laga gaaro barnaamijka ugu tala galay waxaan ku bilaabayaa kelmad uu dhahay macna Cabdiin macna Cabdiraxmaan Sheekhmoor oo ku saabsan dardaar nuqta dar ee ardayda qandaysi dhammaan waxa sharaf leh isugu imaatay dhulkan waxaan ku soo dhaweynayaa ustaad macna Cabdiin macna Cabdiraxmaan Sheekhmoor falitfadal mashkuura علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد القائل إنما العلم بالتعلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وحنا دورتي كلمة الآن مقطع ما دام عن مرحلة علمية نهاية عن شغلنا فكان تعليمنا عن شغلنا علمي أنا وحي كيل علمي علمي أن أركي الله الله يفضل ميساء يو درجة أبو الله سبحانه وتعالى إنسان حقوق الله يستيقظ بريق علمي هي بريانك وحديثك حيوان كنوع ودوية إنسانك وعلمك هي وحي وضمعين وحدي سنكرة الله نوعهم الله الشيختي الله سبحانه وتعالى يقول يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان علم يجب تيساء حيارة السنة هي آيات الله وكشري وحكملة الله سبحانه وتعالى بركان له وحدانيين يا عظمتي يا قدرتي يا حق أولي يا تذكر يا الله سبحانه وتعالى مرخص اسكوكري ملائكة السماء وقفتي
وهو ما قد كدغي اهل العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم ليش اصبح على فهمي هذه كلمه لها هين ضد كفضل بدل وكسر العلم اله من قد كدغي ما كانت اهل العلم يا وضدك اسريه مجتمع ضدك اسريه وين الله سبحانه وتعالى نبي عيسى وحو عمره انه ويستعين اله الكريم وقل ربي زدني علما ماذا سبحانه وتعالى يفهمي هذه كثير الله شيء كله وشرح فهان برسل ان عمد قاله هيا انه هذا امر لها نبي عيسى لكن يقول على أمري إن إلهي مديست علمي مديست نبي الله داود يا نبي الله سليمان عليهم السلام الله يحسي نعمه فربضا نبي نماله وقبر نماله وما يوحو به الكذي علم الله سيئ لكن قلت كواد الله شاقي وحي هذا العلم ولقد آتينا داودا وسليمان علما يؤلف وحصل في القسنة يعني علمك يا أهل علمك فضيلة إليه الله سبحانه وتعالى وفي ربنا أمن أنت وكوي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسن المصري وفي إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعلى وضع العلم والعمل به وفي الآخرة حسنة نوحى لقوة الجنة الله أكبر كهل لهذه سورة البينة تذكى المؤمنين تا يفضل إليهين من مكهل لهذه سورة قبي نعم الله أصبح أسكر ذلك لمن خشي ربه نعم الله أسكر ربك الله كعبصلا أرانا يا سيدة وعبصلا وأذكى حرق الملع مركي نهوض رأي في سورة فاضل كتتا وحيد سنة ذلك والله الله سنينه ذلك والمضى إنما يخشى الله من عباده العلماء الله سبحانه وتعالى مركل استفهام لقليل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سؤال سجوابت إلى آيات المشاري وقال أوليها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أيضا الروح سجرة ضد مؤمنين لكن علم العين هي ضد أهل العلم ضد أهل العلم قد غرروا إلى فرق قالي لكن هو أهل العلم إلى درجات جرى الله أي الله سيدي سبحانه وتعالى هاي أحاديث بكه في سنة صلى الله عليه وسلم وفي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الخير لضعه كل كان سيدي وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ملائكتنا قال به ذي الكحول التوراة العساء وفي طالب العلم يعرفته لطالب يعرفته وارضا بما يصنع وبما يمر وحب الطلب عليك عليك تعيون طبك عارفك وحا تلمده كويتية من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى ملايك ودكوتها وحب البين ويتينها فهذا الحيوان كلي أيات الباري ويدينها صرفها طبق كرنها يحضون قدود الحيوان كروض ويحضون كرنها وطبق أهل العلم يوم ملائكة يطبق أهل العلم يا رحي استشبهان منفعة المؤمنين ضدك أنفعة يا مؤمنين ملائكة مؤمنين هو ذلك ضدك أهل العلم يعني ضدك أيه وقال يقول ومسحظك كرح يسوي آثارتا حقا صحابه كسوناتي يتابعين كسوناتي علينا بطالب وكلية هاي مروط ذلك وأوعية ويلوي وحنا أخير بذلك هو ليبا العلم من شرعية هو ليبا بار أخير بذلك ذلك هو صدح عالم رباني عالم رباني عالم رباني واحد يا ذلك ذلك عالم لي هاي عامل لي هاي معلم لي هاي ومتعلم على طريق النجاة مثل ما حبرنا على طريق كذبان لها برنا على المسيح هذا
هي همج راعج مثل همج اه اسكتوا اسكتوا قوي همج واحد وحان الانطرين وحان الانطرين بين سكاها هي اللي لا عمل الله هاي عمل الله هاي تربي الله هاي هي اللي لا وذلك أصبحوا يميلون مع كل ريح طبعاً بسمينا في مجزته أي راعي أصحاب كل نائب مثل صوت واضح أي أصحابي لا يستطيعون بنور العلم ما يبصران نور كعلم قوليه ولم يلجوا إلى ركن وثير ما كثير سنة ركن لوكا سوية نقل إلى أصحابي رضي الله عنه وعن الجبل وإنه يدو يدان إن الجوع هو حلو كلفاية وإن الجوع إن جعل الله أسباره حلو كلفاية إن الجوع ما بجعل الله حيالا يكلفاية وحكم ذا إن الدنيا الجوع إن جعل الله علم بقى من الشديسة يو حلقات علم بقى إن أدتك علم لقوا وعي اللهم إنك تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لإفجار الأنهار وغسل الأشجار إلى الجيدة الله أقول يا أنجيح إله من هذا الشعلين بذلك يبيد أبتوين الشعلين ولكنه يحب البقاء في الدنيا لمزاحمة العلماء بالركب ناتب طب لي ممنية صالحة إنه لي ماذا كذبنا أوبح لقيس استماع لي ماذا كذبنا أوبح لقيس المفهمه كذبنا أوحفيه كذبنا أوفعل الفرق كذبنا أوفاتيه ساسا لقربا كثير من الواحد برنا الله برنا هيو وحول يخف قرآن كتب الحديث سوت لكم وكثر الله أمثالكم الله أكبر الناس الجديد استاذ معنا عبد الكريم معنا عبد الرحمن الشيخ نور إلى أن هذا الذي يكون عند فش مدرني وأن ما عند علمنا سوى قيمة الإقاية ونور الدارمي فرر حبيب العلم نور والجهل ضلال أنت سطيع وضحه فلتمقض زفان ولكن أمسكين وهو ككب ناظر آدي الذي يؤثر بنيه فعلا هو وجه دون سرحيل أذكر رياض دولتان وكثر من جميع سجلين كعديدة يزيرون لك فنجد باتين دون نشاطات في أرضي الإسلامية سكوك إلينا يسوق من دونه فحال جيل دون سلوك الحل في أرضي الإسلامية خان كان كبحة يأيوها إيه وأرضي الإيه الفحية يكون رجل دونه فلمدها المعمياشي معلمينها يسوق المكسرة أيضا ماشي كمانا بس انت كانوا بين اطفال مره ارضيه كامله ويقصوا جيلين كنا بالواحد وكبرت انت ومدرسه المنشاه في خصومنا يسلوك الشعور في سيدرين في سبسابسا ومحمد عبد القادر ايمان كلمه بعنوان على نقل الحياه في ظل مدرستي فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما مقالتي في هذا اليوم بعنوان قصير علمتني الحياة في ظل مدرستي لقد تعاقب الليل والنهار ودار الزمان ودار حتى أكملت الكرة الأرضية دورتها بالنسبة إلي لم تكمل الأرض دورتها أما حين أسدت ما فاتني من الزمان وما في جعبتي من أثمان وما في كنانتي من ذهان أستشعر أني عشت كثيرا عشت أكثر من عمري في أي مدرستي لقد قضيت في هذه المدرسة سنين عديدة وهي عندي كقرون طويلة بقدر الحصيلة التي قضبتها والكنوز التي وجدتها وهذا المجلس الضخم وهذه الجدران المحيطة في هذه المدرسة إنها قطعة من صميم الحياة حافية بما لذ وطاب لقد حليت الجدران بكل الذكريات أرى أمامي أساتذتي الكرام يلقنون الدروس وأجد من فنون المعارف ما أشاء وقد علموني كيف أفتقد المفقود وأطلب المطلوب علموني كيف أحمل هم أمتي وأعيد لهم بما فقدوا مع مر الزمان لقد علموني كيف أعيش مع الأموات بقراءة التاريخ والعبر ولا يدركه الآخرون
لقد تعلمت في هذه المدرسة بعد 11 سبتمبر أن اليهود والنصارى لا يريدون منا إلا أن نقول والعياذ بالله أن نقول إن الله ثالث ثلاثة وعزير ابن الله ويد الله مغلولة وودوا لو نكفر كما كفروا. فشعرت باعتداد كبير وثقة بهذا الدين لقد تعيات الدقائق المتوانية. أنت تستطيع أن تفهم تكلمت محمد عبد القادر في الإيمان وعن أسير الدين الأصلي لله يكون أنفع ويرى من مدرسة المدرسة في سفرتين ويكثر الله أمثاله. لما نظر قلت له حسن أصوليت حفلة أقل جيدة في عدسان على نفسه مصري إمام شافعي أو مانتا كويدة جولاي أبدو كوني أفر وخميسة فها إنه سمت بي أما هذه كجارة شركة نيشن بيرود إلكتروني يأدي تاريخ تبع لي أصدح الدراسة سكاشيا وها إنه وقعد دون دنيا تجي تعاون في تاريخوين محمد الله صلى الله عليه وسلم ومعاتا كثير بيين دون يتدارك وغطر لي فعكسو لوين يا مستر محمد الله صلى الله عليه وسلم مشكورة وفاكا أنا أقول هذا يا بلع عمان أعدادا قلن جبيني سسنة سياسة 2003-2004 وحن جعلها إنا نبقى نوم ما دعيه لما ما تشرفت ماشان صوحة حالتين مقام تشرفت أيوه هريان وانا جعلها إنا نكبل له معلمينتي يهو سببتو وها إن أنا بإذن الله يكون ما يسمى صرفت عن الشهر سياسة معلمينتي اللي آتي أنا ما دعينينا أعتقد إنه أشكركم ضمانا وحمد لله شكرا لكم وجزاكم الله خيرا ولن ننساكم وسوف ننساكم الأجر. حتى المعلمين تركتوا وحتى لما دعينا يا ضمان ما لها شرفت له الوقت يوضا قارئ إنه صوري هي لن أركب فيها. سيدوك الوحام ما دعينا يا معمر كان سكول كان إمام شافعي ودلالك أنت سيدعي المعلمين ضمان رح يولي كل دور هذه قيادات الدولة كان تسعي مقدس تحت وقفت 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 إن هو حتى تنسلم في الدوسيات كان تطلق على الغيه أمين لقنايين مدوك الدواية في آل سنة وثلاثة إن النهوضة ورأي دائما سيدة ومخبرشان هم أصي مغلهي دقال تستقوى دعانا أي قد إن مدرسة الهيال تستقوى كتب سنة وثلاثة جريدة كجبتو وأطلع برشاك وغطرته إنه أصي مغلهي